أهلا وسهلا بقناة رورو جيمز. اليوم راح نلعب ساكورا. اليوم بدنا نسوي هلأ إشي جديد، بس ما بعرف وين بنروح ناكل. شكرا، الله يسلمك. خلاص بس ناخد هاي، بنروح الشرطة. في حد أكيد شكعني لأنه أنا ضربت حدا في المدرسة، هاي المدرسة اللي أخذناها من الكود، بس ما بعرف إيش صار لهم. هدول اللي بدهم يشكعني. أيوة هذا معصب مني. أو ماي جاد، أو ماي جاد، أو ماي جاد. معلش معلش لا تضربني. أنتوا كتير أغبياء، مش عارفين يطلعوا. أخ الغباء كيف. وأنت تفضل عراسك عراسك. أوه هو في مليون، في 100 حدا بكرهني. باركولي جايز، في حدا هذا اخوي. معلش هذا اخوي قصته انه مات. معلش يعني اخوي صديقي اخوي العزيز مات، وهلا بدنا نوديه على مقبرته. هلا جد انا لازم الاقي مقبره، جد بدي بحكي، جد بحكي بدي احاول الاقي مقبره. هلا بديك تيجي معي انت بالسياره، بتقدر تدخل معي؟ ليه يا اخي؟ خلاص ادخل معي، تعال. ليش الميتين ما بدهم يدخلوا معي؟ طيب مشكلتي انه ما بعرف اي مقبرة، لازم يكون في الليل، نحس انه زي الوقت خلاص. هلا الوقت ليل ومكان ظلم، وهلا راح تموتوا في السوق. ايوه فبس بدي اشوف إذا في إشي مقبرة. طب هون في مقبرة، هون ممكن ألاقي صح؟ هون ممكن احتمال ألاقي، ليش لا؟ تعالوا نشوف. تسعتاشر واحد قتلته، صار 100 حدا كارهني، لا 155.3 بكرهوني. ليش؟ أنا شو سويت لكم؟ واحد معصب علي. ودي المقبرة. ليش هيك رجلي مالهم؟ مزكني عملت عملية وقطعتهم هيك. اوكي او ماي جاد، انا عرفت احلى مقبرة، بس لازم الاب يجي، الرجل يجي معي علشان اقدر ادخل في بيت. حرفيا ما بعرف كيف ادخل فيه، بس بدخل الباب بس باب الاول، اما تحت بعرفش، ما بعرف كيف. لازم ندور على النت، على اليوتيوب نعرف كيف ادخل الباب. لازم هاد ضروري نسويه، كتير مهم. لازم اعرف ايش جوا، واذا ما كان في اشي جوا راح اقتل اللعبة كلها. هاي خاصة ادخل جوا اللعبة واقتلهم كلهم. طب هلا السؤال، السؤال كتير مهم، وين البيت؟ مش عارفة وين البيت، يعني انا ضعت. طب هو ممكن يكون يعني وين هو؟ اكيد بهالمنطقة اكيد يعني، بس وين؟ بأي اتجاه؟ هون بحر، لا هون بحر، هون غلط. اوكي هون، هون لازم يكون، بس وين؟ هذا السؤال يعني كتير مهم، لازم اعرف وين البيت. البيت نفسه مش موجود، فشو اسوي هسا؟ انا شو اسوي في حياتي؟ اوكي طب ويت صح، هنتبع هاد. اوكي تمام ماشي، بعدين وين اروح يعني؟ اوكي وين اروح؟ خاص وين؟ وين اروح؟ وين في بيكون في بيت يعني؟ بعطيني زي اشارة، زي او لون بيت او اي اشارة انه في بيت، اني قربت في البيت ولا لا؟ ما بيعطيني اشارة. طب اوكي تمام شكرا. اني بدي ادور على البيت بس مش عارفة وينه، مش عارفة. ايه لا هذا المكان، هذا مكان مخوف. بديش اروح على هالمكان لانه يعني الصراحة حسه يعني لا مش يعني الناس نقتل حد هسا، اني قتلت بس اني هلا هون هون لا مش هون. استغفر الله وين البيت؟ بيت
وين؟ انا هستسلم عشوائي، هستسلم وينه؟ انا لازم الاقيه. تعرف مين عايش فيه؟ طيب اوكي، انا شكلي، انا خلاص انا شكلي هستسلم واحطك في اي حاويه، اي زباله. شكلي حتى الزباله ما بتنفتح خلاص. طب اوكي، ممكن الاقيه يكون صح. لا ممكن انا ايه، كنت نفسي افهم هالاماكن اللي شو يعني ليش فاضية، يعني ممكن يسوي تحديث ويحطوا اشياء ولا مستحيل؟ شكله مستحيل لانه هي لها من زمان. اوكي عادي. خلاص هنرمي كون في الشارع، يعني معلش انا اسفة بس انت راح ترمي هون ونقول لك الوداع ولا نساعده؟ لا اصلا ما عندي فلوس. او لا نشوف كيف كم حقه. او ماي جاد، اخوي الصغير مات. انا اكبر بس هو مات. اوكي انا قتلته وهلا حطيته على الارض ووضعه اختفى. وين راح؟ تخيل يكون عاش مره ثانيه انه اللعبه بتعيد الموتى. ليش هيك؟ طب خلص نعمل next time ونشوف اذا هو موجود ولا لسه ميت. يعني بدي اعرف عايش ميت وينك. بدي اعرف اذا انت لسه عايش. اخوي انت بصفي، تخيل يكون بصفي وانا كني ضربت حدا. مالها هاي مكتئبة تحكي ليش انا هون؟ انا بالغلط دخلت المدرسة هاي، انقذوها لو سمحتوا. اللي بعرفها هاي انقذها، حدا اي امه وابوه اخته انقذوها. اوكي حرفيا ما بعرف وين انا، حرفيا صفي ضاع. انا هاي بس صفي مش موجود، ما عندي صف. فايوة ما عندي صف اخوي مات. انا بتذكر كان اخوي بصفي، ما بعرف ليش حتى نطلع الحمد لله. ما بعرف ليش بحس اخوي بصفي، هو شعره احمر وابصر ايش نفسي يعني. واو ملابسه تغيرت. طب اوكي بدنا نستنى هون، بدنا نستنى لحد ما يجي اخوي العزيز الحلو. تخيل يكون استنى واستنى 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 وبالاخر ما يكون هون، بالاخر يكون اخوي بس مش اخوي، يعني ما بعرفه لانه شعره احمر. خلاص اعترف خاص هنحكي عنه اخوي. ف بس اخوي وينك؟ اخوي او ماي جاش والله اشوف والله. ايوه هذا هو. ايوه انت اخوي اصلا انا اطول منه. ف انا اختك الكبيره. او ماي جاد اوكي كنت اجي اقتله. بس بتعرف اي صف انت؟ بدي اعرف. امشي كمل حياتك. حتى هذا اقصر شاب، حتى لقدامه اطول منه حرفيا. ليش انت كتير قصير؟ ليش اطول؟ اذا انا اختك واكبر منك واطول، ليش اصلا مفروض انا اكون القصيرة وتبين انت الكبير؟ دافع اذا انت منصفي، دافع وين بتقعد كل يوم؟ دافعك بدي اشوفك. مش صفين والله، صفين اخر واحد. لا حول ولا قوة الا بالله. قزم قصير ليش تتفش؟ ليش ما شاء الله ما شاء الله. اوكي خلينا نحكي عيوبك. اقصر واحد ويعني ما شاء الله قاعد ورا، يعني اذا كنت طويله كنت قعدت ورا. بس ليش اكون قصير؟ حتى البنات اطول منه. تخيلوا ما عشان عقابك لانك قصير، مع انه هذا مش عقاب بس انه هيك انت هيك انولدت قصير. معلش سامحنا كل اصحابك الطوال والقصار هيموتوا. معلش يعني واو ما شاء الله بسم الله. دقتوني قتلنا اخوي، مهم قتلناه صح، قتلت نفسي معه. قتلت اخوي
عادي وبس، ونشوفكم في فيديو الجاي. باي.